عايز اوريكي بقى برومو لفيلم وثائقي اسمه سيرة شهيد. طبعا انتوا هتشوفوا الفيلم، فيلم هيتذاع عند كل القنوات ان شاء الله، على الحياة وعلى اون وعلى دي ام سي وعلى التلفزيون المصري وعلى كل القنوات، بس انا عايزكم تشوفوا البرومو اللي بمناسبة عيد الشرطة الناس المبدعين المصريين بتوعنا واعلام المصريين، الشركة اللي احنا بننتمي اليها، عملت فيلم وثائقي اسمه سيرة شهيد. انا بدعو حضراتكم انتوا تشوفوا الفيلم ده، هيعجبكم يعني، فيلم كويس وان شاء الله يعني يؤدي ولو جزء بسيط كده من تذكرتنا بأبطالنا الشهداء.